إليكم هذا القرار الذي يحمل الرقم 001 والذي يقضي بتوزيع اللحوم داخل مدينة إنجمينة. لاحظت بأن هناك قصور كبير في جانب النظافة أثناء توزيع اللحوم، مما يسبب أضرارا جثيمة على صحة المستهلكين. وبهذا الخصوص تم اتخاذ الاحتياطات الآتية: 1- منع دخول اللحوم القادمة من المحافظات إلى مدينة إنجمينة. 2- إن عملية الزبح ستتم داخل مسلخة فرش ابتداء من 3 أكتوبر 2017، منع بيع اللحوم على الأفرشة البلاستيكية وغيرها. توقيع وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف. هكذا مشاهدي الكرام، انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة للغاية.